استكمالا لحديثنا عن العلاقات الدولية وتداخل الملفات، لاحظنا في الآونة الأخيرة جهد كبير لرأب الصدع بين الدول الخليجية نفسها وبين المنطقة الخليجية وخصومها في الخارج. يعني بالأول طبعا قطر تصالحت مع السعودية، الدرجة أقل مع الإمارات، برضو يعني بدأت المياه تعود إلى مجاريها. المفاجأة الكبيرة كانت زيارة محمد بن زايد إلى تركيا، بالرغم من كل ما كان يقال عن ضلوع الإمارات في المحاولة الانقلابية اللي حصلت عام 2016 وكثير من المكائد الأخرى التي تكاد لتركيا. الأتراك احتفوا بالحدث احتفاء كبيرا جدا استغرب له كثير من الناس. وقعت اتفاقيات كثيرة في مختلف المجالات الاقتصادية 10 مليار استثمارية. مباشرة بعد ذلك أردوغان توجه إلى قطر، وأنا بتهيألي مع محاولات رأب الصدع هذه كلها طبعا، وفيما بعد طحنون راح طهران، ويبدو أنه الإمارات تقود الآن تحرك كبير، وطبعا السعودية تتفاوض مع إيران عن طريق العراقيين أيضا، كله شغال. لكن الذي يتبلور من وجهة نظري كمراقب أمران: عودة العلاقات التجارية والاستثمارية بين الأطراف المختلفة، ولكن تكرس التحالف الذي تشكل في عهد الخصومات. يعني أنا أميز بين علاقة تركيا وقطر من جهة، وعلاقة تركيا والدول التي تسعى للتصالح معها من جهة أخرى. تركيا لديها أزمة اقتصادية، أو هكذا يبدو لنا، وهي بحاجة إلى أن تحل هذا الإشكال. وتركيا لا مشكلة نقدية وليس اقتصادية. نقدية؟ نقدية. مشكلة نقدية. نعم. مش مرتبطة بالاقتصاد؟ يعني هي عامل من العوامل. يعني السياسة النقدية. طبعا أنا لحد الآن مش فاهم ليش الليرة بتنزل على فكرة. لكن ما أود أن أقوله هنا هو أن تركيا لم يعد بإمكانها أن تظل في حالة قطيعة مع دول المنطقة، ودول المنطقة أيضا ليست قادرة على أن تستمر في حالة العداء والخصومة. ويبدو أن الأطراف المختلفة أدركت أنه لا يوجد منتصر من كل هذا الأمر. يعني في أيام الربيع العربي الأولى حصل استقطاب شديد جدا، تركيا وقطر في واد، وباقي الدول التي صارت توصف بأنها دول الثورة المضادة في واد. الطرفان أدركا أنه ما فيش نصر حاسم لأي خندق من الخنادق. هو هنا وأنا أظن أن هذا الدافع الأساسي للتحرك نحو رأب الصدع. في نفرق هنا بين العلاقات الاستراتيجية والتكتيكية. يعني العلاقات التركية القطرية دي استراتيجية، العلاقات المصرية اليونانية أيضا استراتيجية، وبالتالي ما بعد ذلك هو تكتيك. يعني سواء العلاقات التركية الإماراتية، التركية السعودية، التركية المصرية لاحقا، كل هذه في الإطار التكتيكي الاضطراري. يعني كل الأطراف تجد نفسها مضطرة أنها تقيم علاقات عند مستويات معينة. يعني حتى في مصر مثلا، العلاقة في مصر لا أظن أنها ستصل إلى مستوى لقاء ما بين أردوغان مثلا والسيسي. هذا أتصور أن هذا أمر بعيد المنال. والله في السياسة ما عادش في شيء مستبعد، لم يعد شيء بعيد مستوى يعني. صحيح، لكن هذا ما يعني أنت كنت تتصور أنه محمد بن زايد وأردوغان يجلسوا مع بعض هذه الجلسة؟ ربما أنا يعني بناء على تصريحات سابقة لأردوغان كثيرة عن السيسي، ربما، لكنها عند مستوى الوزراء يعني هتكون متاحة، عند مستوى الوزراء، وزراء الخارجية، وزراء دفاع، وزراء الوزراء الخدمات الأخرى. فهنا الفرق بين العلاقات الاستراتيجية، لأنه ده تكون نتيجة مصالح حقيقية أو يعني فيه أبعاد حقيقية بين تركيا وقطر مثلا. تركيا عندها قاعدة عسكرية في قطر الآن، وهي التي حمت قطر في لحظة الأزمة الكبرى، لحظة الحصار، هي التي سارعت بالفعل لإنقاذ قطر، وهذا لن ينساه أبدا القطريون لتركيا مهما كان. مصر أيضا علاقتها تاريخية مع اليونان، وعلاقة قديمة منذ الستينات، ومصر هي عندها علاقات مع اليونان، علاقة استراتيجية
ولم يعني تتغير هذه العلاقة، على سواء في عهد مبارك أو عهد السادات، ولا عهد مبارك، ولا عهد المجلس العسكري بعد الثورة، ولا عهد السيسي، علاقة منتظمة مع اليونان لن تتغير. بالتالي تركيا لن تستطيع أن تحدث اختراق كبير مع مصر في ملف الشرق المتوسط الذي هو القضية الرئيسية بالنسبة لتركيا. الخناق على رقبة الأتراك يعني هو موضوع الشرق المتوسط، لأن مصر مرتبطة بالفعل باتفاقية ترسيم حدود مع قبرص اليونانية، مرتبطة باتفاقات عسكرية وأمنية مع اليونان. لن تستطيع أن تخرج من هذا الحلف اليوناني القبرصي الإسرائيلي، بينما يمكن أن يحدث بعض الأمور البسيطة التكتيكية يعني في العلاقة على مستويات أخرى تجارية سياسية اقتصادية وما إلى ذلك، يمكن أن يحدث هذا. فهذا هو الفرق بس بين العلاقات الاستراتيجية والعلاقات التكتيكية في هذه الظروف. يعني أنا أتفق تماما مع التقييم اللي تفضلت فيه دكتور، بأنه مرحلة يبدو أن الدول أدركت أن مرحلة محاولة فرض الرؤى إذا جاز التعبير أو المصالح بالقوة قد وصل إلى نهاية وإن لم ينتهي. صحيح. هو في بعض المناطق لم ينتهي بعد، ولكن في مناطق أخرى وصل نهاية، بمعنى أنه هو اللي ما انتهاش فيها بتفاوضوا عليها. بتفاوضوا عليها. صحيح. يعني مثلا أقصى ما يمكن أن تقوم به ما كنا نطلق عليها دول الثورات المضادة، عملت أقصى ما لديها، دعمت انقلابات، حاربت حركات التغيير وبذلت استدعت يعني مجموعات مرتزقة وشركات مرتزقة إلى أكثر من دولة، كل ما يمكن أن يعمل أو ما تفعل فعلته. وتركيا أيضا في لحظة معينة دعم، بالإضافة إلى دعم قوى الربيع العربي، لكن أيضا تدخلت بشكل خشن في أكثر من منطقة في أكثر من مكان عندما شعرت أنه يلزم ذلك. فمثلا هي تدخلت بشكل حاسم في ليبيا وغيرت المعادلة، نحن كنا على وشك أن تسقط طرابلس وينتهي الموضوع في ليبيا تماما. التدخل التركي لجم الموضوع، كنا على وشك أن نفقد دولة في المنطقة اسمها قطر، التدخل التركي كان مهما، بالإضافة طبعا لقوى أخرى، يعني بالإضافة حتى الموقف الإيراني الأمريكي. وزارة الخارجية اختلفت مع بايدن وإن كان عفوا مع ترامب، وإن كان ترامب أعطى ضوء أخضر لذلك. فتركيا تدخلت بشكل حاسم في سوريا، أيضا تركيا تدخلت بشكل حاسم بشكل مباشر بجنود أتراك وبأسلحة تركية وبطيران تركي في أكثر في العراق، في أيضا أرمينيا، في أرمينيا تمام. وبالتالي هي لجأت الآن، يبدو أن كل دولة شعرت بأنه وصلت إلى أقصى ما يمكن أن تفعله بالقوى الخشنة. لذلك أنا أعتقد نحن في مرحلة التسويات، البحث عن تسويات في كل الملفات، والتسويات قائمة على مواجهة أخطار أيضا مشتركة. من الأخطار المشتركة، أولا الفراغ الجزئي الذي تترك الولايات المتحدة في المنطقة، وأنا أقول جزئي لأنه ليس فراغا كاملا، وممكن أن يستعاد الحضور الأمريكي في أي لحظة، والقواعد العسكرية الأمريكية حاضرة وما إلى ذلك. هو بتعرف يمكن هو إعادة تموضع أكثر منه فراغ، صحيح، لكن وتغير تكنولوجيا الحرب، لكن أيضا الثقة في الإسناد الأمريكي لدى كثير من الدول اهتز. وبالذات أيضا بعد أفغانستان أصبح الأنظمة لا تثق، حتى الأنظمة المحمية تاريخيا من الولايات المتحدة الأمريكية. الكيان الصهيوني اللي خلاها تهتز أكثر هجمات اللي تعرضت لها السعودية، صحيح، أرامكو كانوا يعولون على حماية أمريكية، ولم صحيح. يحصل ضربت صلب صلب الاقتصاد السعودي والعالمي اللي هي طاقة، صحيح. هذا الخروج ليس خروج أو يعني فراغ تركته التغير في السياسة الأمريكية، التمدد الصهيوني في المنطقة والبحث عن بديل، وأيضا بشكل واضح النفوذ الإيراني في المنطقة. وأنا أعتقد أن النفوذ الإيراني مرعب لمجموعة من الدول في الإقليم، وأيضا بالنسبة لتركيا ليس محل ارتياح. ونحن نعرف أنه في سوريا على سبيل المثال علاقات تجارية مزدهرة، ويوجد مصالح اقتصادية وحسن جوار بين تركيا وإيران، لكن يوجد اشتباكات حقيقية في أكثر من ساحة وفي أكثر من بلد. وأنا أعتقد أن ما يدفع الدول العربية إلى تركيا، الولايات المتحدة غير موثوق فيها، إسرائيل دولة لم تعد الدولة القادرة على توفير أمن أو حماية لدول، هي في مأزق في حماية ذاتها، وهذا بفضل المقاومة بالأساس. الحرب الأخيرة لعله حرب شهر يناير رمضان 2021 أعطت انطباع بأن إسرائيل دولة لم تعد قادرة على حماية نفسها بشكل جيد، كيف تحمي دول أخرى؟ إذن هذه الدول أصبحت تريد أن تستند إلى
شكل ما من التوافق الانسجام أو التحالف بين قوسين ليس بالمفهوم الاستراتيجي للتحالف لمواجهة هذه المخاطر. لذلك أعتقد أن التقارب التركي العربي وبالذات الخليجي سيتطور باستمرار. وكان حديث أصلا عن إمكانية لقاء بين محمد بن سلمان والرئيس أردوغان في قطر، ويقال بأن الرئيس أردوغان ترك رسالة مع القطريين للأمير محمد بن سلمان قد تكون فاتحة لل. وربما التقى أحد المسؤولين الآخرين الذي تركهم خلفه. ربما تكملة لما طرحت، لكل بلد حاجته الخاصة من وراء هذا التقارب. تركيا تفصلها عن الانتخابات 23 سنة، التخادم بين المعارضة والأجندات الضاغطة على تركيا واضحة للعيان. دائما كان يؤخذ على أردوغان أنه أحدث الكثير من الأزمات مع البلدان في المنطقة وهذا أثر على الاقتصاد إلى آخره، مع أن هذا الأمر غير صحيح، لأن المؤشرات الاقتصادية والمرتبطة بالاقتصاد التركي كلها تشير إلى تعافي الاقتصاد التركي في زمن كورونا، وهذا شيء مهم جدا بالنسبة لي. لكن لا تريد المعارضة أن تعترف بهذا الإنجاز، والدول التي تستهدف تركيا أرادت أن تحدث أكبر الخسائر في الاقتصاد التركي من خلال التلاعب بسعر العملة. السعودية وهي أكبر الدول العربية نفوذا وتأثيرا هي تعاني من مشكلة مرتبطة بولي العهد الذي يريد أن يؤسس شرعيته المستقبلية، والتي تواجه يعني حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بالموقف الأمريكي. هناك موقف أمريكي غامض تجاه ولي العهد، ليست هناك ضمانات كافية، هناك ضغوط أمريكية على السعودية لكي تذهب إلى محادثات مع إيران. ولي العهد حاول أن يحدث تغييرات جوهرية فيما يتعلق في البنيان الثقافي للمملكة العربية السعودية والعقائدي، حاول أن يمدن المجتمع لكن مع بقاء الدكتاتورية في مستوياتها الحالية، حاول أن يظهر بأن ما كان يتمناه الغرب من الدولة السعودية يتحقق على يديه، لكن هذا لم يكن كافيا. دفع لإجراء حوار مذل مع إيران، مع أن السعودية هي التي تعرضت لهجمات سيئة من جانب إيران، هجمات بالصواريخ ضربت الاقتصاد السعودي، ضربت منشآت مهمة للطاقة في المملكة العربية السعودية. الإمارات يبدو أنها تتوفر على مرونة بالنسبة للتعامل مع الملفات الإقليمية، ليست لها مشكلة مع إيران، ولهذا هي يعني ذهبت مبكرا. ذكرتني بالعبارة اللي ذكرها ديفيد هيرس في مقاله، قال الأمور بالنسبة لمحمد بن زايد ليست شخصية، الرجل بيفكر ببراغماتية ومنفعة ومصالح، وما عندوش مانع أنه يحتضن أردوغان بعد كل اللي عملوا فيه. أما محمد بن سلمان فكل صغيرة وكبيرة بالنسبة له أمر شخصي. نعم. أمر شخصي، لأن تركيا ويعتبر أن أردوغان هو الذي سبب له الجحيم الذي كان فيه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بسبب أنه أصبح رجلا منبوذا في الساحة الدولية. نعم. يعتبر أن أردوغان هو السبب، فوت فلا ينسى ذلك، فوت عليه الملك. ويقال بأنه غالبا هذا هو السبب في عدم حدوث اللقاء في الدوحة. أنا أعتقد أن الناس بسبب تزامن جولة بن سلمان وزيارة أردوغان لقطر، الناس توقعوا أن هناك لقاء سيحدث بين الرجلين، لكن من الناحية البروتوكولية ليس الأمر لا يستدعي أن يلتقي زعيما تركيا والسعودية، دولتان ذات ثقل كبير في المنطقة، في قطر. يمكن لتسوية أن تكون ملائمة أكثر، بمعنى أنه يذهب مسؤول سعودي إلى أنقرة، يذهب مسؤول أتراك إلى السعودية، هذا المتوقع. يمهدون هذا حدث بالفعل، وزير التجارة السعودي ذهب إلى تركيا، هو شارك في مؤتمر، طبعا شارك في مؤتمر والتقى بنائب الرئيس التركي، وهذا مؤشر جيد. فأن يلتقوا في قطر أعتقد ليس مناسبا، هو فقط تزامن جوهري. وطبعا لم يكن معلنا عن شيء، هي تكهنات، مجرد كانت تكهنات. بالنسبة للإمارات أعتقد أنها عندما أوفدت طحنون إلى أنقرة كان في أكثر من سبب، أولا الطحنون هو المشرف على الجانب الاقتصادي، وأدركت حاجة تركيا إلى تقارب إماراتي تركي من الزاوية الاقتصادية،
لكن الهدف مش هذا. الهدف أعتقد أن هناك ملفات مشتركة، قد تكون أثيوبيا واحدة من هذه الملفات. الإمارات تظهر للولايات المتحدة ولتركيا ولإيران بأنها يمكن أن يعني تلعب في أكثر من ملف، ويمكن لكل ملف أن يتناقض مع الآخر. مثلا أرسلت وزير الخارجية إلى دمشق بعد أن أرسلت طحنون إلى أنقرة. إلى أنقرة. زيارة وزير خارجية الإمارات إلى دمشق سبقت زيارة محمد بن زايد إلى أنقرة. الإمارات تلعب دورا مهما في أثيوبيا من خلال تقديم الدعم المباشر لحكومة أبي أحمد في الوقت الذي تضع الولايات المتحدة كل ثقلها لكي تخضع أبي أحمد، أو على الأقل تدفع إلى نهاية سريعة الحكومة. فهناك دوافع مختلفة بالنسبة لكل دولة. ليس لا يمكن القول بأن البلدان بعد مواجهات وحدة في الخلافات يعني أصبحت هذه البلدان على قناعة بأنه ينبغي أن نتوقف هنا. لكل بلد حاجته الخاصة التي تدفعه إلى أن يسوي خلافاته مع بقية الدول في المنطقة. وهذه وأنا أعتقد أنه أبرز العوامل، أولا الدور الأمريكي في عهد ترامب أظهرت الولايات المتحدة استعدادها لخذلان بلدان المنطقة، بأنها لن تكون حاضرة في أي مواجهة مع إيران، وأنها لن تقدم تغطية. سحبت الباتريوت من المملكة العربية السعودية. في عهد بايدن أعاد إحياء سياسة أوباما أو سياسة الحزب الديمقراطي الذي يدفع باتجاه نصيب أكبر لإيران في إعادة صياغة الواقع الجيوسياسي للمنطقة. فيما يتعلق بتركيا لها حساباتها السياسية الداخلية ولها حساباتها السياسية والاقتصادية والجيوسياسية المتعلقة بملف شرق المتوسط بالدورها في ليبيا والمواجهة مع اليونان إلى آخره. بالنسبة للمملكة العربية السعودية محمد بن سلمان بحاجة بعد أن شعر أن الأبواب الغربية مغلقة بحاجة إلى أن يسوي خلافاته، وبحاجة إلى أن يستخدم أوراق بشكل خشن كما حدث في لبنان مثلا عندما اتخذ قرارات قوية وسحب وقطع أو سحب السفير السعودي من لبنان وضغط على دول في الخليج لكي تسلك نفس الطريق. ما دفع بفرنسا في النهاية إلى أن تزور بأن يزور ماكرون جدة ويلتقي بمحمد بن سلمان، وهذا كان أول اختراق يحققه محمد بن سلمان من خلال الدبلوماسية الخشنة. أنا أريد أن أقول بأنه لكل دولة دوافعها وأولويتها. هو يبدو بس العوامل الآن واضحة. العامل الدولي ده أساسي في القراءة للمشهد، اللي هي قضية الصراع مع الصين وروسيا وذكر الدكتور. يبدو كل ما يجري يجب أن لا نعزل عنه هذا العامل، يعني هذا العامل في تقديري مهم جدا. العامل الثاني هذه القوى المهيمنة واضح جدا، يعني واضح. ومن أصغر منهم لاعبون سواء كان أرادت هي أن تتفرغ لملفات كبيرة وتتيح لقوى إقليمية على كل بعض المساحات، ومنها تركيا قد يتاح لها هذا النوع منه. الجانب الثاني بالنسبة لتركيا طبعا استراتيجية منذ فترة كانت ترى أصلا انفتاح المنطقة العربية، بالعكس لم تقابل به بالترحاب، لكن الأصل منذ كتاب العمق الاستراتيجي كانت الرؤية أنه والله يكون في علاقات إيجابية، وعلى الأقل دول المنطقة يجب أن تحاول تكمل بعضها البعض وتتحرر شيئا ما عن النفوذ الخارجي. النقطة الثالثة ودي يمكن أنا في تقديري خاصة بالإمارات. الإمارات أيضا عندها بعض الإشكالات يبدو في الآونة الأخيرة ذات طابع اقتصادي وتجاري مع المملكة العربية السعودية. صحيح. هي قديمة ليس جديدة. نعم لا 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 يعني جزء منها لا من شهور من شهور. لا أقصد لا الأخطر القديمة يعني. الأخطر في الآونة الأخيرة لها علاقة بالمنطقة نيوم هذه اللي الآن محمد سلمان يهيئها لأن تكون منطقة كبيرة جدا. بالنسبة للإماراتيين عندهم هاجس أي منطقة تقام على المنطقة البحرية هذه. دائما يخافون من قضية الموانئ وإقلاقها. فيقال الآن على كل الإمارات فتحت خط جديد من خلال التواصل مع الإمارات مع الإيرانيين من جهة ومع الأتراك من جهة ومع تركيا من جهة، ووفرت على نفسها بدل 20 يوم للوصول إلى أوروبا أنه تصل الأمور في خلال 8 أيام مثلا. هذه واحدة. حتى التقارب الذي حصل في الآونة الأخيرة أو التفاوض الذي حصل بين السعودية وإيران لم يكن له علاقة باليمن بقدر ما كان له علاقة بهذا الملف، وهو كيف ينقذ محمد بن سلمان أيضا نفسه من هذا الطريق الذي تفتحه الآن الإمارات وتحاول أن تتجاوز محمد بن سلمان وتبني علاقات مع دولتين على كل إقليمية. النقطة الأخيرة، السياق الكلي الآن على كل الولايات المتحدة تحديدا ترى في المنطقة في ثلاثة مشاريع. مشروع الصهيوني
في إسرائيل، المشروع الإيراني، المشروع التركي، هذه المشاريع لا ترى أصلا ولا يبدو أنه غير موجود ولا مطروح أي مشروع عربي في المنطقة، حتى نتحدث على الأقل عن دولة ذات ثقل وعندها مشروع في المنطقة. للأسف الشديد ما فيش من اللي بيحكم العالم العربي صبية، هي ملحقة بمشاريع نعم. فيبدو الكلام اللي ذكر الآن في قضية أنه والله العرب غير مطمئنين لا لإيران ولا لإسرائيل، يعني في المرحلة القادمة إذا كان والله أمريكا تريد أن تتخفف وتملأ الفراغ من خلال هاتين القوتين تتم التوزيع لها، فالأقرب إليهم بكل الاعتبارات هي تركيا. فيبدو هذا هو اللي يجعل، بس شوف هو في مصلحة لهم من التقارب مع تركيا، ولكن ستظل الرؤية المشتركة مفقودة. نعم، وهنا نرجع إلى قضية الاستراتيجي والتكتيكي. لكن فيما تفضلتم به خطر ببالي الآن أن هذا التقارب الإماراتي الإيراني غالبا له علاقة بالأزمة التي نشبت بين الإمارات والسعودية، لأنه في فترة في قبل شهور لما غضب محمد بن سلمان من محمد بن زايد منع استيراد أو فرض ضرائب أظن على المنتجات الإماراتية، فرض عليها قيود، وأمر الشركات الغربية اللي مقرها في الإمارات وتتعامل مع السعودية أن تنقل مكاتبها الإقليمية نعم. إلى الرياض، ونقلت فعلا ونقلت نعم. قالوا ما فيش تعامل إطلاقا. فتصور أنت أن الإمارات التي كانت رائدة في استعداء المنطقة على إيران الآن تدير ظهرها للمنطقة وتعود إلى إيران وترتمي في أحضانها. الإمارات تاريخيا حقيقة كانت تريد أن توظف غيرها في الحرب ضد إيران، بينما هي تقيم أفضل العلاقات مع إيران. أكثر علاقات تجارية إيران هي الشريك التجاري الأول للإمارات. صحيح. الإمارات حتى الآن لديها 3 جزر محتلة لا تتحدث عنها هي، ولكن تترك الآخرين ليتحدثوا عنها. يعني مرات كثيرة كانوا يصدروا هذه القضية لنا في مصر، ونحن والإعلام المصري يتحدث عن الجزر الإماراتية المحتلة، إيران المحتلة، أراضي عربية، أراضي عربية، بينما الإمارات نفسها ليس لديها مشكلة ولا تفتح هذا الملف. فهي يعني تثبتها في بيانات القمم العربية. نعم. تثبتها كقضية في بيانات. نعم. تثبتها من باب من ناحية الشكلية فقط ليس أكثر، لكن ليست جادة، هي ليست جادة في هذه القضية. وهي أيضا أرادت أن توظف حتى السعودية في هذا الإطار، لكن أيضا مرة أخرى نرجع للاستراتيجي والتكتيكي. العلاقة الإماراتية السعودية ليست استراتيجية، هي علاقة تكتيكية، رغم ما ظهر في فترة حصار قطر من تعاون شديد بينهم، لكن تظل في الإطار التكتيكي. بس محمد بن سلمان في البداية، محمد بن سلمان ما كان يرى ذلك، لكن لأن محمد بن سلمان في البداية كان لا يزال ضعيف، وكان يريد حد يسوقه، وقد تعهد بهذه المهمة محمد بن زايد لتسويقه في العالم. ففي البداية ترك نفسه له وأسلم قياده له، ولكن بعد ما استقرت له الأمور محمد بن سلمان الآن يريد أن يقوم بدوره كالمملكة، المملكة هي المملكة رائع. العظمى. لا هو في سبب، ربما هذا يكون جزء من، لكن في أسباب أخرى، ومنها السلوك الإماراتي في اليمن. يعني هي تعتبر، السعودية تعتبر أن الإماراتيين هذا هو الكلام، طعنوها في الخاصرة، مش علاقة. نعم. يعني في مجموعة من العوامل من الأسباب اللي أدت إلى هذا الفتور في العلاقة ما بين الطرفين. هي أيضا تنازع السعودية، عفوا يعني في الجملة، هي تنازع السعودية حتى على النفوذ في منطقة الخليج. يعني هي رغم صغرها الإمارات لكنها تريد أن تبني لنفسها نفوذ الآن، وهذا النفوذ على حساب طبعا الشقيقة الكبرى السعودية بالتأكيد، والسعودية تدرك هذا، والسعودية لن تسمح لأحد أن هو يعني يصل إلى مستوى يعني هي لا تقبله في النفوذ في المنطقة على الأقل الخليج. يعني هي لم تسمح لهذا لقطر، ولن تسمح به أيضا للإمارات. يعني أنا أعتقد أنه ما يبدو أنه اختلاف أو تباين الإمارات السعودي في بعض القضايا هو ناتج عن عدم وجود مشروع حقيقي. يعني أنا لا أعرف، أنا يعني الأخ أخونا ياسين يمني، لا أعرف ما هو المشروع السعودي في اليمن، ولا استطع، بمعنى إذا رأى في خلاف حقيقي أصلا، وهل هنالك مشروع، وبناء على هذا المشروع هناك خلاف. الإمارات مثلا واضح، الإمارات يعني مهتمة جدا بالسواحل وبالجزر وبموضوع الموانئ، ولا تريد الفكرة اللي تفضلت فيها وتفضل فيها، بس هذا فيما بعد. لكن على فكرة هو بالبداية مشروع الإمارات والسعودية المشترك في اليمن كان ضرب التجمع اليمني للإصلاح،
هذا مشترك، هذا حقيقة، لكن هذا هذا مشروع الأساسي. لكن هل هذا مشروع لليمن؟ لكن هل هذا يعني مثلا في هذا تفرعت عنه مشاريع السعودية لها موقف تقليدي من اليمن، موقف عدائي مضمر. هي على مدى العقود الماضية كانت صانعة الحكومات في صنعاء، وكانت تغطي معظم ميزانية صنعاء، ولكن وبنت شبكة ولاءات قبلية. كل هذه الإنجازات ارتبطت برغبة سعودية واضحة في إضعاف الدولة اليمنية وعدم تمكينها من فرض نفوذها خصوصا في المناطق الحدودية، أو على الأقل إبقائها موالية. السعودية ظل عينها على الجغرافيا اليمنية، دائما كانت تتقدم وتأكل مزيد من الأراضي اليمنية. المملكة العربية السعودية تريد الوصول إلى بحر العرب عن طريق محافظة المهرة، لهذا رسلت قوة كبيرة إلى المهرة، وحاولت أن تشرق قوى غربية لكي أيضا تضيف أجندة أو بعد آخر لوجودها هناك، وهو مواجهة الإرهاب المواجهة ضد الملاحة الدولية. السعودية ترغب في تفكيك اليمن، لا تريد أن تتعامل معه كدولة قوية في المستقبل. السعودية ترى أنه بالإمكان بناء نفوذ خاص في المحافظات الجنوبية على سبيل المثال، لهذا احتفظت طيلة العقود الماضية بالسلاطين الذين كانوا يحكموا السلطنات أو المحميات البريطانية والمشيخات أيضا والإمارات التي كانت تحكم الجزء الجنوبي من اليمن. ثم بعد 67 جرى القضاء على كل هذه المشيخات والإمارات والسلطنات وتأسيس جمهورية اليمن الديمقراطية. هؤلاء كلهم انتقلوا إلى السعودية وظلوا هناك يحصلون على مرتبات، ولهم عساكرهم وجيشهم، وكان هناك معسكرات مغلقة وتدريب وتسليح خصوصا في منطقة الجوف في شمال المملكة. لكن بعد تحقيق الوحدة تخلت عن وعادت إدماج هؤلاء الشيوخ في اليمن، ودفعت في النهاية في دعم فكرة انفصال الجنوب عن الشمال في حرب صيف 94. واليوم محاولة القضاء على ربيع اليمن في الحقيقة كان وسيلة أو ذريعة للاستمرار في تحقيق الأهداف الحقيقية والاستراتيجية، وهو تفكيك اليمن وإضعافه والسيطرة على مزاياه الجغرافية والجيوسياسية. يعني هناك مشروع سعودي في اليمن، لكن هو ولهذا يبدو عبثي، لأنها لا أيوة. يبدو عبثي، لذلك لا يصلح أن يطلق عليه مشروع، لأن التخريب ليس مشروعا. يعني بمعنى هي سلكت طريق التخريب للوصول إلى أهدافها، لتحقيق أهداف يعني إذا كان المشروع قائم على أنا كنت مدرك جزء مما تفضلت فيه، أنه الحرب بهذا الشكل تقود إلى التخريب، إلى التدمير، إلى التجزيء، إلى إمكانية تفتيت اليمن، لكن لا تعبر عبث عن عبث هو عبث لا عبث. تعبر عن رؤية حقيقية. لا بس بالأول في البداية كانت رؤيتهم كانت ضرب الثورات العربية، جزء منها هم أرادوا أصلاً اليمن. بالأساس أرادوا أن يستخدموا الحوثيين لضرب أهل السنة، ما زبطش معهم الأمر والحوثيين اكتسحوا فانقلبوا يحاولوا أن يصلحوا ما أفسدوا. لكن هذا النقاش عدنا مرة أخرى لعله لما بدأنا فيه،